مين اقرب حدا لك من مشاهير اليوتيوب او الانفلونسرز؟ برهوم لانه عايش معي في البيت هو اقرب حد لي. بتحس السوشيال ميديا مصالح؟ طبعا حدا بيوافقني الراي. ايه كلها مصالح. شو المشكله اللي واجهتها مع برهوم لما عشت معه؟ 1 2 3 4 المشكله اللي انا واجهتها مع برهوم، برهوم ما بيحبش المكيف وانا ما بقدرش انام بدون مكيف. انا مش عارف جاي من كوكب تاني ده ولا ايه. انا خايف من هاي القصه لما نتزوج، خايف من هاي القصه. بس يا معلم المكيف محطوط 26 ولابس هودي. وقلت له والله رحت لقيته مستغطي لابس هودي، قلت له حبيبي 26 المكيف مش 19 ولا 17. انا مستحيل ما اقدرش انام بدون مكيف. طيب